لي غلامور. واش عرفتوا لي غلامور؟ انا هاد لي غلامور بغا كتعجب بزاف الناس. وحق الله كاين واحد نتاع الناس صحابي كيعيطوا لي تيقولوا لي غلامور اخ هذا لي غلامور. كدايرين جمعه مباركه؟ كصبحتوا؟ لاباس عليكم؟ على اموركم؟ كلشي مزيان؟ شنو كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ با اليوم صافي لونتو ما فطرتش برا. اليوم قلت نمشي نفطر برا. بدل شي شويه على الدار ون نفطر مع صاحبتي. غنوريكم ما معنى نفطر اليوم، غنوريكم واحد السيده ما معنى نفطر. يلا غيستي كونيكتي ا توت سويت، ومن بعد غادي نوريكم واحد الحاجه غتعجبكم. لي غلامورات، لي غلامورات. نتوما كتعرفوا دو طون زون طون كنجي كندير لكم اون بوتيت ستوري على حسب فين وصلوا ميدا، شنو كندير لهم شنو ما كنديرش لهم. انا عند الدكتوره هند نديم، زوينه السميه ديالها نديم، زوينه كتعجبني السميه ديالها. الوغ شوفوا انا شو سوي با طرو سنان وداكشي، سي بور سا راكم شايفين انني برسك لاسان في لي ريزو سوسيو اللي ما دايرهش لي فاسيت وما دايرش داكشي باسكو عييت بديت لي دونك صغيره عييت سون دوفيني تروف خاجي. ولكن هنايا كديري مع بيتي لافاج دائما غير كتستيكري على الحاجه، ماشي بلونشيمون البنات، جو دي جو لو ردي ماشي بلونشيمون، غير دي تختراج فوالا صغيور كتعاود ترجع ليا ديك اللمسه ديال السنينات بيضين ونقيين، داك الكركر اللي كيكون حشاكم كيتحيد. هي هكا شويه، مره في 3 شهور، مره في شهرين ونص، مره في 4 شهور كندوز لعندها. فقلت بوركو با يعني لمسه خفيفه البنات وزوينه كتخليني انا كنحس بسناني نقيين، وكتخلي النظره هكا كيبانو دي دون ناتورال. هذه من جهه، من جهه اخرى غادي نهضر لكم على واحد الموضوع زوين. حنا يعني انا اختي عندنا لاجونسيف فرونسي شويه اريديتير، هادشي الناس كيورثوا فلوس، حنا كنورثوا بحال هاد لي تروك ديال 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 والو. المهم انا فاش كانت عندي شي 16-17 عام ومن قبل ما نتزوج بشويه كنت درت لي زانجيكسيون ديال لاجونسيف بور اكليرسيغ لاجونسيف ديالي. ف ايفيكتيفمون لاجونسيف ديالي ولات روز، ولات هكا كتشعل. فاختي دارتها دابا، دارت لا بروميير سيونس. عرفتي واحد لا ديفيرونس غنحط لكم الافون ابخي غادي تصدموا. نتوما كتعرفوا اختي ما كتبانش في لي ريزو سوسيو، ولكن جبتها فوالا راه كاينه هنايا. ال سوي التريتمون ديالها من لي غلامورات. بعدا واحد الحاجه، هذا راه ماشي اشهار، هذا ماشي اشهار، مي انا لي زابوني ديالي ضروري لا تحت على شي همزه، شي هزده لي شي سيرفيس زوين، شي ماكله زوينه، شي حاجه زوينه، الطبيب، محامي، نوط، اي حاجه، اي حاجه حياتي اليوميه كتعرفوها. فهذا راه ماشي اشهار، هذا سي ان بارطاج تري سانسيغ اللي درتو معاكم. فوالا وانتم راه شي كيلي في راسي. المهم هنا قلت لكم يعني نسيمة يعني 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 عرفتي ولا لها بتبانو لا غزال 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 وخشي ما كتبانش البنات، خشي ما كتبانش هاد الشيء هذا. ولات لها لاجونسيف ديالها. حنا شوفوا جونسيف ديالنا كانت فريمون فرونسي، وكانت ديال تختي بلو فرونسي كو على ديالتي، ولكن دروكا فريمون لا بروميير سيونس كيفاش عطات باقي لها نقطه 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 كان كله كحل. ها اللي بروفونت فوالا، ولكن طوب خير. وشوفوا وما كيرجعش باغ اكسبيرونس، انا درتو في 2007 هذيك ولا 8 فاش درتو فريمون، مازال ما كانوش كيعرف مازال الناس ما كيعرفوش كاع هاد لا ميثود هادي. كان فريمون جوزيف ديالي كحله والحمد لله دابا تري بيان، وراهي متبعه كتحيد الدروس، لقات عندها شي دروس في مخها حيدتهم، لقات عندها في
باسكو لا ديرنيغ فوا درنا دي تاخت خرج دابا درنا بوليسار باش يحيدوها ليك ولا غاسي. داكوغ شوفو البنات هانتوما مصطفى هاد بس زوين، جيت انا بغيت ندير دي تاخت خرج قالت لي سكينه لا ديرنيغ فوا درنا دي تاخت خرج هاد النوبه نديرو غير بوليساج. شوفو البوليساج ديالك اش داير غير باش يحيد ديك القهوه وديك المرقه اللي كنضل كناكل دوك الماكل وداك الشيء عندي الزعفران يحل حكيت سناني مزيان انا نكذب عليكم كل صباح نقول لكم باش نتوما تحكوا سنانكم بحال فوالا بوليساج. باغ كونطخ غادي نشوف لو بخي لي غنخلص شوف لو بيديرو ليا شي كود برومو كلاموريز ونرجع ليكم عاد سويت لي كلامو. سمعو مزيان سمعو حلو ودنكم الرادارات ديرو ليهم فرط كاع لي بريستاسيون ديالهم سون موان 25% او نون دو كلامور 25% لي جبت ليكم كوم كود برومو. باغ كونطخ البلانشيمون جبتو ليكم زايد حتى 50% يعني عندكم 50% في البلانشيمون عند الدكتوره نادين هند. هذا سي التوب اللي نقدر نجيب لكم هذا الصباح. هذا بوليساج هذا اللي درت انا ساكوت باشير ساكوت فريمون باشير فريمون. تقدروا تعيطوا باسكو انا ما كنقولش لي بخيف مي في ماباج مي تقدروا تعيطوا ليهم. ها هي عندكم الصفحه ديالهم كاين النيميرو داكشي خذوا لي رونديفو راه بلي رونديفو باسكو دوك انا لا صلا راه عامره وشاده عباد الله باش ندير لكم انتما ستوري باسكو نتوما تو حليا انا قلت لهم انا راه ماشي بوحدي انا معايا بزاف الناس. المهم 25% في لي بريستاسيون كاملين لدرجه انها كتمشي حتى الانفيزالاين و 50% في البوغات سوينات. شوف بسمي لله هاديك لاكسيلون وقع ليا كانت عند واحد السيده هنا كنتعاملوا معاها ما كتبي لا اشهار لا والو كنبنات فوالا صافي هما هذوك عشاء سعود والاخرى هي العشاء فوالا. شوفوا كتصاوب الكسريه على حقها وطريقه درتها باللحم الله يجعل عليه في ميزان حسناتي. المهم انا صورتها لكم البنات غير باش نعطيكم فكره الا بغيتوا تديروا شي صدقه ولا شي حاجه راه تشوفوا شي طباخه تقدر تدير لكم بالكسريه كتكلف هي بالكساره وكتكلف بكل شيء تخلصيها على حساب الكسريه شحال تفهمتي انت وياها وكت كنعيط لواحد الولد حنا ديما كنديروا هادي. اليوم جيت برجلي باش نصورها لكم كنعيط لواحد الولد كنبقاو غاديين قدام اي جامع كنحطهم كنخليو الكسريه وكلشي وكنزيدو فيها حنا كلامور. جيت بغيت نسمعكم واحد الحاجه لهادوك اللي صيفطوا ليا حتى الصداقه درتي فيها الشهره باسكو عندهم اول حاجه دي كومبلكس ثاني حاجه مرض ثالث حاجه ما قارين شدين. سمعوا سمعوا صدقه سريه اعظم صدقه عند الله عن الرياء وابعد عن السمعه باش ما البنادم ما يفشرش علينا وما يوريناش. انا درتها قصريه السكسو هي اللي وريتكم. يحتاج الانسان سمعوا الانسان احيانا الى صدقه العلانيه العين فوالا باش نحفزوا يريد ان يشجع غيره ها فياتي ويدفع امام الناس حتى يتشجعوا. وظهر الحق وزهق الباطل راني ماشي مكلخه راه قبل ما بلا 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 عليا كنعرف مزيان كنوجد لكم باش نجاوبكم فهمتي. انا قبل ما كنحط الحاجه وليت كنعبجها ونغجها ونصوب منها المسمن اللاوي اللي ما كنعرفش وعاده باش كنحطها شي اللي بغيت نقول لكم.